وافقت عليه، في ناس ثانية شركة بيوافقون. سلمان. نعم. اسمك سلمان؟ اسمي سلمان. اسمك؟ سلمان. سلمان ربيع. والله حلو حلو. بتاع ده بيتشقلب ولا حاجة ولا هو تمام كده؟ شو؟ توكل على رب. باسم حضرتك؟ سلمان ربيع. سلمان ربيع. كم سنة أستاذ سلمان؟ 35 وكم شهر؟ ونص. نص بالضبط بالضبط. 35 ونص. بيفرق وياي النص أنت شايف؟ يفرق. يفرق مع الستات مش مع الرجال. يعني مو وياي. يعني لازم نص. يعني لازم 35 لا لا يا 36 يا 35 ما تنفعش، لازم ونص. إنزين. شكلك بتعبني والله يا سلمان والله والله. المهم طيب يا سلمان، سويت أعمال قبل ولا لا؟ شو سويت؟ سويت برنامج، سويت فيلم. برنامج شو؟ فيلم شو؟ احكي لي. برنامج نجوم الترند. نجوم الترند؟ نجوم الترند. شو هذا نجوم؟ مال اي برنامج؟ السوشيال ميديا بس ولا شو يعني؟ لا دي حاجة كده كان شغلنا احنا، احنا اللي كنا بنعمله. حاجة خاصة بي انا وفرقة معايا وكده و... انا ما فاهمك يعني، هذا السوشيال ميديا ولا التلفزيون؟ لا 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 سوشيال. سوشيال ميديا. زين. نجوم ترند غيره؟ عملت اغنية. اغنية؟ صوتك حلو. اوف هذا على قدي على قدي على قدي على قدي. سويت الاغنيه اكشنيه والرومانسيه لا 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 حاجه شعبيه شويه، بتتكلم عن غدر الصحاب والكلام ده والمصالح. انت ويا حمو بيك وشطه وهذا وياهم انت؟ لا 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 هم حاجه وانا حاجه. هم شو انت شيء؟ يعني حاجه زيهم كده. يلا ان شاء الله بس على قدي وليهم ان شاء الله. المهم طيب انت الحين سويت اغنيه وبرنامج، شو غير الاغنيه والبرنامج؟ في فيلم الجراح بس ده لسه ما نزلش. شو فيلم الجراح هذا؟ فيلم اسمه فيلم الجراح ده، في شويه نجوم طبعا ما حضرتش كل النجوم، بس في داليا البحيري وضله مشرف و داليا البحيري والله مزه انسان عزيزه. طبعا لا تقول مزه، لا 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 هي 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 بنقدمه جميله، بنقدمه بنقدمه جميله بس محترمه. طبعا لا 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 دي حبيبه قلبي. المهم طيب غير داليا البحيري وهذا الكلام وفيلم الجراح هذا بتسويه لسه صح؟ ده لسه بس واقف على اخر يوم تصوير ان شاء الله. اخر شو؟ اخر يوم في التصوير فيه. يعني اخر كل شيء. خلاص باقي اخر يوم واحد. فاضل يوم واحد. يوم واحد يوم يعني واحد. بينزل في العيد الكبير هذا الفيلم؟ والله المفروض ان هو ينزل في العيد الكبير ان شاء الله. المفروض ولا بينزل؟ ما دي بقى بتاعت المنتج مش بتاعتي. يعني انت ما تعرف ما عندك؟ لا 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 كل مسوي عقد مسوي شيء تعرف متى بينزل؟ لا والله يعني مش قصه عقد ولا كده، بس هي قصه ان انا دخلته محبه بس مش محبه. محبه يعني بالحب. بالحب بس عجبني نصيب بالحب. زين يا حبيب قلبي انت حبيب. المهم ابيك الحين تسوي لي مشهد شيء من مسلسل من فيلم، تتقمص الشخصيه. ابي اشوف لو تقمصت الشخصيه كيف بيكون ادائك، وبعدين بخليك تسوي شيء شخصيتك انت، يعني لا تتقمص شخصية حد ثاني. بس انا اول شيء ابي اشوف تتقمص شخصية احد وبشوف ادائك. لا بعرف اتقمص، اعمل حاجة مني لنفسي، ما اعرفش اقلد حد. ايه ما تعرف تقلد حد؟ لا ما اعرفش اقلد حد، انا اعرف اقلد نفسي. ايه زين، انا ليش كل واحد اقول له قلد حد ولا شيء يحسبها اهانة ولا شيء؟ لا مش اهانة بس هذه مو اهانة، هذه موهبة. انا بحترم كل واحد في الحاجة اللي بتطلع منه. ايوه اوكي يعني هو موهبه، هو موهبه موهبته نفسه. لو هو ممكن عنده موهبه هذه، يعني انت بيكون موهبه طلعت كمان، يعني هو عنده موهبه هو طلعها، انا ممكن ما عندي موهبه ثانيه اطلعها. زين يا موهوب قوم قلد نفسك يا موهوب، قوم شيل الكرسي وخلنا نشوف ادائك. نعمل خلي الكرسي بعيد شويه عشان تقدر تاخذ راحتك. يعني لما انا مش هجري، انا واقف معاك. شو بتبدا ثابت؟ افضل ثابت. عايز نجري؟ لا مو تجري بس يعني هو اصلا يعني الاداء، يعني هو كل الموضوع اصلا بصراحه. يعني انتوا دخلتوني كده في جو، انا كنت جاي اخد 2 كيلو لحمه وماشي. 2 كيلو لحمه؟ هو الاستاذ احمد قال لي تعالى في 2 كيلو لحمه وبتاع عشان العيد و... والله انت تباني اضحك الحين ولا انت شو؟ لا هو مش تضحك، انت فعلا جاي عشان هتضحك ليه؟ انا فعلا جاي عشان 2 كيلو لحمه. زين خليني اعطيك 2 كيلو لحمه واروح بيتك يا اخي. ما اعرفش هو اللي تعالى عايزك الساعه 9 الجنيه عشان في 2 كيلو لحمه تاخذهم تعيب بيهم. اعطيك 5 كيلو تروح بيتك الحين؟ اروح. تروح؟ روح. ما بتكمل الموهبه ولا شيء؟ انا معاك في اللي انت عايزه، اهم مش اعمل لك اللي انت عايزه. هتديني شنطه العيد وانا ماشي؟ بعطيك احلى شنطه، احلى شنطه يا اخي.
المهم الحين ابي اشوف موهبتك عشان تستاهل الشنطه. طيب اكلم امي بس اقول لها ان انا اجيب لها شنطه اللحمه ولا ايه؟ يا اخي انت تمزح انت ولا انت شو يا اخي؟ انت جاي داخل تستفزني ولا شو يا اخي؟ يا اخي خلي ادائك يا اخي، اقول لك اسوي موهبه سوي. ما هلا انا جاي اتصلت بقول لك اكلمها يقول لي امي يا اخي. يا اخي ست الوالده في البيت معزه مكرمه خليها قاعده مستنيه والله كيلو لحمه. يا اخي انا بعطيك 5 كيلو قلنا خلاص يا اخي، مشي الامور مشي اللحمه الحين خلنا نشوف موهبتك. يعني ما اكلمهاش؟ بتخليني اكره ام اللحمه. طب بس قول لهم بس يحضروا لي 2 كيلو لحمه وانا احمل لك اللي بتاعك. لا حول ولا قوة. روح على حالك الله يرضى عليك. روح على حالك. اروق على حالي يلا. روقني الموهبه يا موهوب. المهم هتديني كام بس وانا ماشي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هتديني كام؟ انت شو جاي؟ انت شو اسمك؟ شو ذكرنا باسمك؟ ذكرني باسمك. انا على فكرة قلت لك مرتين. انا انسى الاسامي. على اسمي سلمان ربيع. سلمان؟ ربيع. من الفيوم. الفيوم. وانت لما تسوي لي هذه الحركة يعني انا اخاف منك مثلا ولا شيء؟ ليش ما تتكلم يعني باداء يعني كذا يعني؟ طيب الفيوم طيبين وغلابة شوية. طيبين وغلابة؟ طيب يا طيب عندك موهبة تسويها ولا تروح تروح بيتكم وتاخذ اللحمة وتتكل على الله؟ اخذ اللحمة وبس برضه هوريك حاجة. يلا يا اخي خلنا نشوف. ابوس راسك يعني عشان تراويني؟ طيب يلا ها. ابوس راسك انا. يا اخي لا ابوس راسي ولا ابوس اللحمة. لا حول ولا قوة الا بالله. بص انا هقول لك تمزح. انا هقول لك على حاجة بس تقولش لحد الله يرضى عليك. كان في برنامج احنا عملناه اسمه نجوم الترند، كنا جايبين فيه معزه. ماشي معايا ولا مش معايا؟ انت زعلان مني؟ معاك والله. والله انا ما عملت لك حاجه، انا جاي هنا يعني اعمل لك اللي انت عايزه، بس اهم حاجه ده ما ترضيني انا معاك في اي حاجه. انت زعلان مني ليه؟ بالله عليك ما تبص لي كده، انا اللي انت عايزه اعمله لك. حاضر يا اخي سوي. خليني اخنق نفسي يا اخي ولا شو اسوي لك يا اخي؟ قوم سوي موهبه يلا حرك نفسك. بنروح بنروح. تبى تروح مشي بيتكم يلا يا اخي. طيب. لا تحطرني على الفاضي. طيب انت فاضي انا مو فاضي. حاضر حاضر حاضر. يا الله. طب ينفع بس اكلم امي؟ هقول لها ان انا هجيب 2 كيلو لحمه واتاخر شويه بس معلش عشان اسيب العيال عندها. معلش خلاص خلاص خلاص. حضرتك عملت لها هتعملي عادي بكام؟ تعملي عادي بكام؟ انت انسان مستفز. الله يسامحك صراحة. الله يسامحك. طب هتديني كام؟ اعطيك كام؟ والله انا لو طلعتك من هني بدون ما انت تدفع قول خير بدل هذا الكلام كله اللي تسويه. انتوا جايبيني حد هنا وبدفعك وتدفعوني؟ ايه يلا. طب بنزين العربيه اللي تحت دي مين اللي هحطها؟ يا سلمان يا سلمان الله مين يرحمه. مين هيدفع لي بس يا سلمان؟ يهديك ربي يا سلمان. يا سلمان سوي موهبتك يا سلمان، لا تخرجني عن شعور يا سلمان. علي شويه. انت زعلان ليه يا اخي؟ وين اهدى؟ وين موهبتك من ساعه ما دخلت يا اخي؟ ما انا جاي يا اخي. حرك نفسك يا اخي، سوي موهبه عندك وما عندك يلا اتكل على الله حبيبي. طيب امشي يلا مشي. ما عندك شيء؟ ما عندي شيء والله صدق. طب اهدى بس. انت متعصب ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اجيب لك عصير يا اخي. ما ابي انا شيء يا اخي، سوي موهبتك. اجيب لك عصير تاخذ ال 2 كيلو لحمه بتوعي؟ اجيب لك ال 2 كيلو لحمه بتوعي تاخذهم؟ اهدى بس. انت داخل اليوم تبغى تعصبني وخلاص؟ والله انا هم قالوا لي تعالى بس خد الاثنين. تعالى عصب الاستاذ احمد ومشي يا عم. والله والله العظيم الاستاذ احمد هو قال لي تعالى خد الاثنين كيلو لحمه وامشي. انا ما اعرفش والله، انا لو اعرف اصلا يعني مش عارف اعمل ايه، بس مش عارف. طب ابعت تجيب المعزه بتاعتي عشان نعمل انا وهي البرنامج مع بعض. بص لي ليه؟ ما انا لو عارف ان انا جاي اعمل برنامج انا كنت جبت المعزه معايا. وايش برنامج؟ والله جاي اسوي قصه موهبه. والله كانت هتعجبك قوي. انا وهي بنقعد مع بعض وبنعمل شغل حلو. هذه بنتك المعزه؟ لا دي حبيبتي. انا اللي مربيها. حبيبتي انا اللي مربيها من واحنا قد كده. بالله عليك. طب يا سلمان اجيب لك كوبايه عصير تهدي يا سلمان. يا سلمان بتعصب عليك يا سلمان. يا
سلمان انا للحين ماسك نفسي. انت هتضربني يا اخي؟ ما بضربك. طيب امال ايه؟ بس بسوي شيء ثاني، بزعلك على الفاضي يا اخي. بس سلمان يا اخي بالراحه. بس سلمان طب اغني لك. سوي غني اغني لك. سمعني شيء. تحب تسمع لمين؟ اي شيء يا اخي، اي شيء بيجي منك حلو. يلا ها سمعني. تسمع لعبد الحليم؟ لا حول ولا قوه. سمعني. ربي الكون ميزنا بميزة، الرجولة والنفس عزيزة، أنا جاي من أصل الجيزة. ركز صوتي. آه ده عبد الحليم. أنا قلت لك أغني لعبد الحليم. عندك الفيوزات داخل في مخك ضارب ولا شيء؟ لا والله أنا ما بشربش حتى سجاير. ما تشرب سجاير؟ والله ما بشرب حتى. شو يعني ضارب رباني صح؟ طب هغني لك اغنيه ثانيه لحسن الاسمر. ماشي انت جاي تمزح. هذه الفرصه ما تيجي لواحد يعني 100 مره، يعني مره في العمر استغل الفرصه. طب اسمع بس الاغنيه دي وخلاص. سمعني. ها حسن الاسمر. حسن الاسمر؟ مين حسن الاسمر هذا؟ تعرفوش مين هذا حسن الاسمر؟ نفس عدويه وكذا. الله ينور عليك. فوق راسي. قل لي. ماشي. ها بنت الجيران شغلالة نعناية، وانا في المكان في خلق حواليا، وتجيني تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي الغيري. ايوه انا غيري مفيش. والله غيرك في مليون الف واحد يا اخي. انا شوش خلانا اشوفك اليوم انت؟ انا امي داعي علي قبل ما تموت عشان اصطبح بوجهك اليوم. انا صراحة يعني قبل ما تموت كده قالت يلا روح وانت الله ياخذك والله يحرقك والله ولا يوفقك عشان اشوف هذا الوجه اليوم. بعد الوجه من شويه كنت اشوف بعد وجه. ايش فيك كل يوم انتو؟ وانا جاي في السكه كانت في ست غلبانه اديتها 5 جنيه وقلت لها جاي. والله دعت عليك. ما هي شكلها. والله دعت عليك. والله شكلها فعلا دعت عليك. فعلا والله شكلها. مشي حالك. شو حسن الاسمر تغني لي حسن شاكوش؟ ارقص. ترقص؟ لا عايز نرقص. ارقص. يلا يلا خلنا نشوف رقصك. يلا ارقص. يلا ترقص معايا؟ تزعل مني؟ ترقص على دماغك؟ تزعل مني؟ وانا ماشي هديك كيلو لحمه. انت كيلو ولا كيلو؟ كيلو اللي كنت هديه لامي. امي معاها فلوس وحياه ربنا، امي معاها فلوس قد كده في البنك. بقالي اسبوع هبص ايديها، العربيه بتاعتي حامله حادثه. اديني اي فلوس، اي فلوس ابوس ايديكي اصلح العربيه او هجيب عربيه. يا الله انا واخد منه العربيه. قال لي هات اي مقدمه وتعالى خد العربيه قبل العيد. يمين طلاق ثلاث يا رب اللي خلقني وخلقك. كنت بدور على الفلوس استلفها عشان اروح اجيب العربيه. منو جايبك اليوم انت؟ العيال ما طلعوش. يا اخي انت رد علي يا اخي، لا تتكلم على الفاضي. منو جايبك انت اليوم؟ استاذ احمد. مين احمد هذا؟ استاذ احمد اللي برا. احمد اللي برا؟ اه. وربنا اتصل بيا بعت لي على الواتساب قال لي تعالى في 2 كيلو لحمه موزه حته على السمانه. السمانه بس شكلها كده هتطلع سمينه. لا شوف شوف صل على النبي عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه. الف سلام عليك يا نبي. الحين اسمك سلمان؟ روح اقعد 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 سلمان. في كورونا في البلد الحين سلمان. بعد معاك ماما بعد شويه سلمان. اوقف هناك يا سلمان. هنا كده. انت اليوم جاي عشان تعصبني. لا ما اقدرش. هذا هدفك. ما اقدرش. جاي والله تعصبني. والله ابدا. لا 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 ما اقدرش. ما اقدرش. تدري انا سويت تليفون واحد للسفاره شو بيسوون فيك؟ بتخليني اذيك يعني على الفاضي. انت ما تعرفنيش. انا اول ما دخلت هنا قلت لك انا من الفيوم. بس الظاهر ان انت ما خدتش بالك من الكلمه دي كويس. فيوم شو انت؟ عارف يعني ايه الفيوم؟ دماغك ضاربه ولا شو؟ شو الفيوم يعني؟ انت تعرف يعني شو السفاره ولا ما تعرف؟ يعني سفاره ما تعرف؟ لا ما اعرف. سفاره يعني دولتي ما تعرف يعني ايه؟ تمنين. لا مو مهم اقول لك. بتعرف لما السفاره تيجي تنورك. سلمان انا شفتك قبل كده. سلمان صل على النبي عليه الصلاه والسلام. ابي الحين يتسوي مشهد واحد خليني ارضى عليك وخليني اشوف موهبه، يا اما لا تسوي شيء واتكل على الله ويلا مشي حالك. انا قاعد هنا
ومش همشي من هنا غير لما اكتب العقد واخد ال 2 كيلو لحمه معايا وانا ماشي. عقد شو اللي تاخذ انت تحلم حبيبي يا حبيبي؟ هاخد ال 2 كيلو لحمه وانا ماشي. هذه احلام اليقظه هذه. البودي جاردات اللي واقفين مستنيني تحت ياكلوني. بودي جاردات؟ امال ايه؟ بودي جاردات مالك ولا مالتي؟ انت ما تسمعش عني، ما تعرفنيش. تعرفش انا مين؟ يا اخي اوقف هناك عشان كورونا قلت لك. يا اخي بص بس. ما ابي ابص عليك ولا ابص على الشيء تبعك. مشي اوقف هناك. شوف. تروح السفارة، تروح العمارة. همضي العقد وهاخد ال 2 كيلو لحمة وانا ماشي. حبيبي هذا في احلام اليقظة يا حبيبي. اللي عملتوه مع الناس اللي بره ما يتعملش معايا. الناس اللي بره؟ منو الناس اللي بره؟ اسمع اللي بقول لك عليه. انت ضارب في فيوز والله ضارب. اسمع اللي بقول لك عليه. والله العظيم ثلاثة. والله في فيوز ضارب هني ما ادري شو هذا، فيوز العقل هذا ولا فيوز شو؟ أمي قالت لي. أمك يا فاشل يا صايع. يا أخي. مش عارف تبقى ممثل. والله صح عندها حق يا أخي. يا ريت يا أخي أشوف أمك أبوس راسها الحين. أقسم بالله أبوس راسها. أبوس راس مين؟ أبوس راس أمك. بقول لك ده احنا من الفيوم. شو من فين؟ بص راس امك. ايش يعني؟ عايز تبص راس امي؟ انت ابويا نفسه ما بسهاش. عم كيف جابك؟ معرفش. لا حسرة عليك. كان في عرض في كارفور. كان في عرض اثنين عليهم واحد. واخدني. اثنين عليهم واحد ها؟ واخدني. انت الواحد الزيادة اللي جي ويا الاثنين صح؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فيك يا اخي. والله العظيم بعد ما خلفت تجيني. يا اخي مشي يا اخي مشي مشي يلا يلا خلاص. والله العظيم بعد ما اتجوزت. يلا يلا مشي 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 يلا. خلاص خلاص انا خلصت وياك. لا انا مخلصت. مشي مشي. امضي العقد يا اخي. وش عقد يا اخي انت؟ ال 2 كيلو لحمه في شايف دماغك انت؟ لا 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 والله العظيم لو انت والله العظيم واحد في الكون ما اعطيك عقد ولا اعطيك حتى اللحمه خساره فيك. اخذ البتاع دي وانا ماشي. شو ليه وانا جايب بلاش؟ شو تبغى؟ شو انا جايب بلاش؟ شو تبغي جايب بلاش؟ انا تسليم 100 وبعتين وجايبني من اخر الدنيا. انت ما تسمعش عني. اسمعش عني انت عارفش مين يا اخي انت؟ ده انا صورتي محطوطه جنب صوره محمد رمضان. يا اخي انت ما انت ده كان عايز اشتغل معاه في المسلسل اللي فات وانا اللي ما رضيتش. يا اخي والله انت ما ذكرت في طبق اليوم على قولة المصريين. شوف طبق اليوم بكره تبقى عايز تصور معايا وانت ما وانت ترفض صح؟ وانا ارفض يا اخي. يا ريت ترفض. مشي. لا مش همشي. مشي من والله ما همشي. يا ريت ترفض يا اخي. انا مش شخصيه. مشي يلا. امشي انت. انا مش همشي والله. بسيب لك الاستوديو. اه بس تعال هنا بلا سيب من هنا. سيب الاستوديو اللي تسيبهولي. وش هذا؟ ليه وانا جاي مدكتب اجيب العقد واخد ال 2 كيلو لحمه؟ عايز امي تاكل وشي؟ جايباني تقول لي يا فاشل علينا ولا شو؟ ده انا اقعد قدام باب السيده اجيب حق ال 2 كيلو لحمه وما اروحش كده يا اخي. شو السيده زي الخيبه؟ اسوي يا شي؟ عم اسكت يا عم. اسوي يا شي هذا ولا شو هذا؟ جاي تقول لي السفاره والعماره. يا حبيبي مشي 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 يلا يلا مشي 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 يا اخي. انا صدعت منك اليوم. مشي يلا. مش همشي. لا لا والله مش همشي. زين يعني مش همشي. ادوني ال 2 كيلو لحمه وادوني قبض سنه قبض سنه لامي. قبض سنه اقول لها خدي شوف ابني جاب ايه. يا اخي انت تروح لامك وتغسل لها الهدوم. ايش فيك يا اخي؟ يا اخي مش يا اخي عصمني. زيك يا ماي. والله لو ضحكتني ما باخذك. شو هذا الانسان مو طبيعي هذا؟ تبعد اقعد. الله يشكرك. بعد القعده هنتكلم مع بعض. نتكلم مع بعض بس بالراحه بالراحه بالراحه. والله العظيم اللي انت عايزه انا هعمله لك. اللي انت عايزه انا هعمله لك. لا حول ولا قوه. يرضيك ولا داخل امي تشتمني؟ امك تشتمك؟ مراتي يا اخي. والله ليها حق. طب اسمعني. والله ليها حق. والله العظيم والله العظيم ليها حق يا اخي. انا 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 انت عارف لو اعرفك ما بشتمك بس عارف حمو بصراحه يعني. عارف المغني حمو بيكا؟ حمو مين؟ حمو كيكا ولا حمو بيكا ده اللي بيقولوا عليه حمو بيكا. ايه عارفه؟ ايه عارفه. لابس جرزير في رقبته قد كده. ايه لو حطيته على الميزان يزيد له بكيلو. ميزان مراتي شافته من هنا وعينك ما تشوف الا النور. عايزه واحد زيهم. طب انا راجل ارزقه على باب الله اجيبه منين؟ اجيبه منين؟ ده انا بشتغل يوم شغال وعشرة قاعد. استغفر الله العلي العظيم. طب اسمعني الله يخليك. استغفر الله العلي العظيم. طب اسمعني اسمعني شغلني بالله عليك. والله العظيم
مش عايز اقول لك والله والله اما نخلص هكلم معاك بس وانت شوف يعني. بسم الله عليك يا اخي صايب سوي لي مشهد يا اخي خلنا اقتنع بيك عشان اشتغل جو ايش فيك؟ ايش الانسان المستفز هذا؟ بالراحة يا عم انزل يلا ها بالراحة يا الله امي هتطردني ومراتي هتطردني والله العظيم هيطردني بسببك انت يا اخي انا سامتش عليك يا اخي ما سامتش عليك يعني قول لي اعمل ايه ده انا بقالي شهرين ما دفعتش الايجار وقلت شغلانه هشتغلها وهاخد اي فلوس اقوم امشي انت زعلان مني اقوم امشي قول لي بالله والله اقوم امشي اسمعني يا عم ولا هو ما امشي يا عم يا اخي وين المشهد اللي انت مسويه يا اخي وين 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 يا اخي لا تخليني اتعصب عليك على الفاضي يا اخي انت تبغاني اتعصب خلاص اقفل لك الزرار بتاعت القميص يا اخي افتح لك انا الزرار انا اقلع لك الحين عشان ترتاح خد يا عم انت خد التيشيرت اللي انا لابسه وخلص الموضوع على كده يا اخي انت في شيء في عقلك يا اخي صدق انت جاي من وين جاي انت هرب مستشفى مجانين هناك لا 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 بيتي في الهرم بيتك اه والله لا مستشفى مجانين هذا افعال مستشفى مجانين شكلك هربان منهم بعد حتى ما اخذت تصريح خروج أنا؟ هربان ايه صح انا مش هرد عليك والله بجد انا مش هرد عليك يعني هربان ولا عارف ليه عشان انت كده بتقل مني اقل منك اه يا اخي يا اخي انت ما عندك احساس ولا دم يا عم استنى بس ما عندك دم يا عم استنى بس استنى بس قوم اعمل لي مشهد وريني نفسك انا اللي اقوم اسوي لك مشهد يا اخي انت والله هذا مو فيوز واحد يا اخي هذا دماغك كلها ضاربه انا عندي ورشه رخام بتاعت عيل صاحبي عايز واحد صنايعي 100 تعرف تمسك صاروخ تعرف تمسك صاروخ هنعمل معبرتين كل يوم هناخد عليهم يوميه حلوه محترمه يا اخي صاروخ يشقك يشقني في نفس الوقت انا مش هرد عليه الصاروخ كده يعدي علي وعليك لو تعرف بيكسبوا كام في اليوم مش هتقول الكلام ده والله العظيم الواد صلاح كل يوم بيجي جايب سجارتين حشيش وجايب الصاروخ وجايب شنطه العده يعني هذا افعال مال سجارتين حشيش انت صح يعني هذا انت شارب سجارتين حشيش وجاي تطلعهم علي كلها بتشرب حشيش يعني انت جاي تطلعهم علي صح والله انا ما شربتش ما كدبتش عليك بس لو معاك هنشرب انا وانت ما تشربوش لو معاك نشرب معاك هنشرب انا وانت يا اخي بوديك في داهيه بالكلام هذا يا اخي اسمع يا مني يا عم مالكش دعوه انا قلت لك انا من الفيوم ما تعرفنيش طيب اسمك سلمان صح اقعد يا سلمان حاضر الله يخليك هتديني الاثنين كيلو لحمه اقعد شوف يا سلمان اتفضل يا باشا نصيحه من اخ او من صديق لاخوه او من عدو او من اي شيء لا 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 احسبها نفس ما انت تحب من اخ صغير لاخوك كبير اتفضل اوكي من اخ صغير لاخوك كبير اتفضل اتفضل اخوك الصغير يقول لك ارحم امي وما اشوفك ولا في شارع ولا في تلفزيون ليه؟ ولا في اي شيء ليه يا عم؟ عشان اليوم ما اشوفك بتجنن اشتريت الشارع ولا ايه يا اخي ده الشارع بتاع الحكومه يا اخي انت ما فيك شيء يا اخي يا اخي ده الشارع بتاع الحكومه يا اخي انت امك كيف مستحملاك يا اخي انت امك مستحملاك كيف وانت متزوج كيف يا اخي ثلاثه انا البكري بتاعها بس هي لولا الظروف بس وكورونا انزين يا اخي كورونا تاخذك كده تدخل مره واحده في خشمك كده جات لي مرتين وما حصليش حاجه يا اخي لازم مرتين انت بتطفشني انا شخصيا يعني ما بتطفش كورونا اكيد لازم تطفش كورونا قال لي بتخليني فعلا احجز اليوم وبكره اسافر عشان ما اشوف اشكال نفسي والله العظيم هتسافر بكره اخذ الاثنين كيلو لحمه الاول قبل ما تمشي سلمان تفضل شرفت بيك يا سلمان لا شرفت بيك يا سلمان مشي لا يلا لا والله اسمع بس يا سلمان اسمع مني شرفت بيك يلا مشي مشي طب يلا خلاص خلصنا اليوم شطبنا يلا بنرش ماي اي يلا سلمان يلا مشي يا سلمان يا اخي وش انت جايب لي ناس تخنقني يا اخي ولا انت ايش فيك يا اخي شو هذه الشخصيات وش الشخصيات هذه